till I need new shoes. صباح الخير لكل مشاهدي الام تي في وين ما عم يحضرونا بكل انحاء العالم. اليوم السبت 30 اب 2014، نهايه شهر، نهايه اسبوع وبدايه ويك اند. دائما خلينا نطلع بالبدايه ما نطلع بالنهايه. ان شاء الله بيكون ويك اند كله فرح، ويك اند ولعان لكم مشاهدينا. بدي اذكركم انه بام تي في الايف بالحلقه الجديده اللي قربت كثير، بس ما راح اقول لكم اي متى اكيد لحتى تتابعونا كل يوم. في فقرات جديدة بتقدروا أنتوا تشاركونا فيها بالستوديو. هالفقرات هي كوكينج، ري لوكينج، وفيديو جاج. كوكينج بتقدروا تجوا لهون تشاركوا معنا وصفاتكم بالمطبخ، وري لوكينج لكل الأشخاص اللي حابين يعملوا ري لوكينج، يغيروا بمظهرهم مع ناس أخصائيين من ام تي في الايف، بيقدروا يعطوكم النصايح اللي لازمة لحتى تغيروا المظهر، تغيروا شعراتكم أو تغيروا ستيل تيابكم. فيديو جاج لحتى نضحك شوي نحن وياكم كل يوم، فيديو قصير ممكن يكون فيه مواقف مضحكة صارت معكم يوميا. أنا أيضا بدي أذكركم أنه الشبكة جديدة لبرنامج لام تي في بشكل عام بلشت، وبلشوا البرامج شوي شوي الجديد واللي كانوا موجودين وعم يرجعوا يبلشوا بموسم جديد. قبل ما نبلش وقبل ما أذكركم ببرامج الام تي في، بدي أقول لكم أنه نحن كل يوم عم نبلش بتقرير للزميلة منى جلوان. الأسبوع الماضي كانوا تقاريرنا كلها من الشوف، اليوم رح نرجع نشوف تقرير من دير القمر اللي تسميت دير القمر. لجمعة الجاي نبلش من أعالي كسروان ريبورت ومنرجع. قمر؟ يعني القمر ذو ناصر اوف ذا مون. نعم. شنو هي؟ هي عاصمة الأمراء، دير القمر اسمها دير القمر عاصمة الأمراء، والله ما بعرف بالضبط. ما فهمت شو صار. مدينة القمر هيدي. يعني لغوياً بدكم؟ دير القمر يعني بيت القمر. داير هو المحل الموناستري، يعني محل ديني بيقوموا فيه كثير الطقوس الكنسية وهيك. يعني بالمسيحية معروف أنه مكان اللي هو العبادة. لا ما أعرف. مثل ما قبل كانوا يعني آلهة الشمس والقمر. دير القمر هي هاي الساحة بناها فخر الدين المعني الثاني بالقرن السابع عشر بعتقد، وهي ساحة كتير قيمة وكتير مهمة بتاريخ الآثار والتراث اللبناني. بكنيسة سيدة التلة أوكي كان في وقت حفره كان في مثل قمر على النقش الحجري، سموها تلة القمر. يعني القمر عم يبحشوا كانوا تحت قدام سيدة التلة لحتى يوسعوا، طلع صخر كبير مضمون مصور عليه قمر، سموه دير القمر. مية بالمية معه حق، مثل ما تفضل وقال آخر مواطن حكينا معه من دير القمر. رح أعطيكم البعض من تفاصيل تسمية المنطقة دير القمر. من أيام الفينيقيين كان في عبادة القمر بها المنطقة، بعدين أو سموه بو سهرو أي دير القمر، وبعدين اتعرب هالاسم إلى العربي اللبناني وصار اسمه دير القمر تحديدا، كمان لأن كان في هالصخرة حائط كنيسة سيدة التل اللي محفور عليه هلال وفوقه الصليب وتسميت المنطقة دير القمر. وبدي أذكركم مثل ما وعدتكم بالبرامج الجديدة بالموسم الجديد على شاشة الام تي في. رجع برنامج بموضوعية مع الزميل وليد عبود كل مساء أربعة، كل ثلاثة سكار، ومساء كل ليلة جمعة ابتداء من 5 أيلول عم يرجع جنرال فيو، كل أحد بعد الظهر عنا بيبل بريفيو وماتر شو، طبعا ليسلوكم بكل بعد الظهر نهار الأحد. مساء الجمعة تبعنا حلقة جديدة من الموسم الرابع من الآخر بالبحر. خلينا نشوف البعض من مقتطفات هالحلقة اللي كان ضيوفة وزير الثقافة روني عريجي، الممثلة رولا الشامية، عازفة الكمان حنين علام، مارك توما، جاد بلبان، وموسيقيين. خلينا نشوف سوا.
أبو صالح، صباح الخير. كيفك اليوم؟ تمام، أنت؟ ماشي الحال. كيف تقليعة باركود؟ مثل النار. شو عنا؟ اليوم رح نكون عم نحكي عن ديفايس. بتستعملي إيبوك ريدرز ولا بعدي تفضلي الكتاب؟ هلا بستعمل، بس الكتاب بليز يعني. إيه، ما في غير عنه. لا أنا ما عم باري، ما عم بقول هي عم تستدي الهيدا يعني، وبس سؤال. أكيد أكيد، لا كثير. سو اليوم صار في منهم ديفايسز اللي هن ووتر بروف، لأن بعتقد كثير من الناس بفضلوا يقروا كتب هن وقاعدين على البحر. 100%. فأقل شيء تكون هالتكنولوجيا عم تمشي معهم، بالإضافة لغير أيتيمز. إذا بخبرك عنهم كلهم بتقولي إنه شو ما بدك إجي لعندك، لا 100%. تعي لعنا وبخبرك الباقي. واصلي. في البداية رانيا، أول شيء هاي. هاي. البداية كيف كنا عم نحكي، رح تكون عن هالكوبو إيبوك ريدر. كوبو هي الشركة المصنعة تبع هالديفايس. الإيبوك ريدرز باي ذا واي اليوم عم تاخد هالترند، يعني هالموضة عم تصير بعد أكثر وأكثر وأكثر. بعرف في كثير منكم بيقولوا إنه إذا واحد عنده آيباد، يعني الميني آيباد فيه يكون عم بقرا عليهم، ليه بدي أشتري إيبوك ريدرز؟ في عدة أسباب اللي بدكم تشترون. إذا مش حنفوت بتفاصيلهم، بس بعطيكم هيك كم نقطة. أول شيء التكنولوجي الموجودة فيهم هي غير، عم نحكي عن إي إنك تكنولوجي، يعني بتبين كأنه الورقة في عليها حبر. 100%. هو الفيلينج إجمالاً عم بيكون هيك. الفيلينج بيجربوا إيه؟ نوعاً ما، نوعاً ما عم بيجربوا قد ما فيهم، بس إنه بضل في الكتاب التقليدي كيف كنت عم بتقولي يعني. فالفكرة من وراها كمان رانيا إنه أشعة الشمس وقت تضرب على هالديفايس ال بيصير عادة إذا نحن عنا التابلت تبعنا بنستعمل الحياة التابلت ما بتعود تشوفوا شيء، بينما هون بتسحب ضوء الشمس وبترجع يعني بتعطيكم قوة بعد أكثر، وبيبينوا الأحرف بعد بطريقة أحسن. فهيدا هيك بريف انترو للناس بعد ما كتير تعودوا على الإيبوك ريدرز. ديفايس اليوم بدي أحكيكم عنه هو ووتر بروف، يعني ما عم نحكي عن ديفايس عادي إذا كنا على البحر وإجا عليه مي، بما إنه بعدنا موسم صيف ما عنا مشكل فيه. عم نحكي عن ديفايس فيه داين حوالي نص ساعة بغمق متر، ومش مفروض تخطسوا بالديفايس، يعني واحد مش حينزل على 20 متر يكون عم يقرأ كتاب مثلا. ما بدها هالقد، نزل اليوم على 20 متر طالع عبالي يقرأ ما بعرف باولو كويلو مثلا 20 متر هيك، إذا بكي ما بيبين يعني ما أنينت الأكسجين وعرفت. فالفكرة اليوم إنه هالبرودكت هو
عم بيقدم بنفيتس كثير كثار يلي هو ابرزهم انه عم بيكون ووتر بروف. لهلقد عم ضوي على نقطه الووتر بروف. حيلا بلد اليوم بتسافروا عليه وبتلاحظوا انه بهالدول وخاصه الدول الاوروبيه كمان بنلاحظ قد ايه صار في كثره لهالاي بوك ريدرز. وكيف كنا عم بقول رانيا يعني اليوم وين عاده عم تقرا كتاب؟ بالبيت على البحر هيك اماكن يلي عاده الواحد بيروح فيها ليرتاح ويكون عم بيقرا. فمنشان هيك كانت انه فيتشر كثير مهمه لان اذا بنجي بنفكر فيها انه هالفيتشر كان لازم تكون موجوده من زمان بهيك ديفايسز. بس لأن اليوم اكثر محلات بنقرا فيهم ان المحلات بالطبيعه يعني اجمالا شمس ومي فهون قدروا هالكومبينيشن يعني كان لازم يتلاقي لها حل. او بالليل بالتخت انا كنت اقرا كثير كنت ضوي اوقات البيل تحت او بالتخت بيكونوا كانت اختي تكون نايمه حد فضوي البيل لازم يخترعوا لها شيء. شو رايك؟ هو ديفايس كله بيضوي ما فما ديك فيل. معلش يعذروني بعد مش كثير مقلعه اكيد عم مش ضروري كنت تقولها. لا ما بتعرفش كنت عم فكر انه هذا الضوء عاده بيكون على المكتب ضوء صغير يلي بيجي ضوء كثير خفيف. هلا فيك لانه هون تكون عم توفري بطاريه تستخدم بهالطريقه يعني انه ايه ظبطها شوي. هلا سرقه هالديفايس عم نحكي عن 1 جيجا هرتز البروسيس الموجود فيه يلي هو كثير سريع لدرجه انه اليوم في تابلتس بنستعملهم للجيمنج وللشغل بيكونوا بسرعه شبيهه له. فمن ناحيه هالتكنولوجي اكيد ما في لزوم انه تكون عم تعتلوا همها، بس حبيت كون عم دور عليها لان بعرف انه اليوم صار في تراكشن يعني الناس صاروا عم يطلبوا هيك ديفايسز. فحبيت لكم انه اذا عم تفكروا هات تشتروا ووتر بروف فرد مره هيك هالتكنولوجي صارت متوفره. وكوبو هو واحد من الديفايسز اللي هن اكيد ريكومندد بالاضافه لامازون وكندل وباقي الايتمز اللي عندهم اياها. صح صح صح. وهيك بنكون عم نشجع القراءه الي بتعرف انا بهالمجال هيدا فبضم صوتي لصوتك انا ودائما عم نقولها للطلاب اللي اجمالا مراهقين اكثر من الصغار لان بيكون عندهم هيك هالمشاكل انه انا ما بدي اقرا وانه انا كثير كول. ففيك تكون كول وفيك تقرا وتكون كثير كول وكثير ان وكثير ماشي بالتكنولوجي فصار كله موجود يعني. مزبوط. بتعرفي رانيا ضيف نقطه اخر سفره وقت كنت موجود باوروبا كان في قدامنا عائله بعد المشهد هيك هلا اليوم ذكرته كان في ثلاث اولاد كان معهم فرنسوية اكيد لا كانوا بريطانيه ثلاث اولاد الثلاث اولاد كل واحد كان معه كتاب كانوا قاعدين على البحر يعني انه قاعدين عم بيقروا الكتب الاهل كان معهم اي بوك ريدرز الاولاد كانوا عم بيقروا قصص هاري بوتر بس انه عم بيقروا اكيد يعني هيدي بنشوفها اجمالا بيوروب الي للاسف مش كثير بنشوفها بلبنان بتحس بلبنان هيك بعتقد نحن لازم نبلش نغيرها يعني هي شوي بترتبط يعني انا وصغير بليك ما كان عندي هالجو وما كنت حب اقرا بس كنت على طول يدفشوني اقرا كوميك بوكس شو ما كان هو بس انه اقرا صح صح. رح نتوقف لبعض ثواني وبنرجع. رجعنا لباركود اللي خلصنا اول ايتم اللي أول هو كتاب. بهيدي الوقفه مش كنا سريعين مش معقول شمال يمين دياجونال كنت عم بقرا لا ما فينا نعمل هالشيء. تاني ايتم بدي احكيك عنه اسمه اي فاي بيكن. بيكنز اليوم هي تكنولوجي كثير مهمه ان فاكت هي مبنيه على البلوتوث. الفكره من وراء هالديفايس كثير صغير انه بيسمح لنا انه نتواصل مع الناس بحسب الاماكن اللي بيكونوا موجودين فيهم. يعني اذا بنبسطها بعد اكثر فت انا محل تياب وكان عندي الابلكيشن تبع هذا محل تياب وهن حاطين بيكن يلي هو بيجي ديفايس كثير صغير. اول ما فوت انا على المحل رح يوصل لي بوش نوتيفيكيشن على الابلكيشن يعني من دون ما تفتح الابلكيشن بتوصل لي بوش نوتيفيكيشن على التليفون بتقول لي مثلا ليك روح على هيدا القسم عاملين ديسكاونت 50% او شيء هيك. حلوه. فهي يعني التارجتنج ولوكيشن واليوم هالتكنولوجي عم بتصير موجوده على ابلكيشنز محليه وريجنال كمان مش بس بلوكيشن واحد يعني. سو الترند اتس كيكينج اب. هلا اليوم عن شو عم بحكيكم شو هو اير فاي. هلا انا بس بدي اقول لك شيء ما بقى رح اسال ولا سؤال اليوم لك يعني فقول الايتمز تبعك وانا نو كومنت من بعد السؤال اللي سأل. لا هيدا هينه لك شو اليوم الفكره وين بدي اوصلكم هالاير فاي بيكن مع هالصوره. خليني احط لكم صوره البيكن. البيكن هو هذا اللي بيجي بالنص. كيف كنت عم بقول لكم انه في عنا الابلكيشن اللي بتكون موجوده على السمارت فون يلي هون رح تكون خاصه بهذا الديفايس يلي رح تسمح لنا انه نتواصل مع ثلاث امور مختلفه رح دوي على امرين منهم يلي نحن كثير فاميليير معهم يلي هن هيو لايتس من فيليبس يلي هن بيسمحوا لنا انه نتحكم بهاللايتنج سيستم من خلال الابلكيشن وناس الشركه اللي بنعرفها يلي هي اشتروها
هالشركه اللي اشتريتها جوجل ويلي الفاوندر تبعها لبناني باي ذا واي. نعم. الفكره اليوم من وراه انه شو بيصير انا بيصير هذا هو الديفايس شو صغير. الفكره انه اول ما انا اوعى بدل ما اروح طفي الضوء ضوي الضوء وطفي الاي سي ومشي الموسيقى وضوي لا ضوي الايباد بدل ضل مانيوال هيدي. الفكره اليوم انه هالبيكن هن بيشتغلوا يعني على البروكسيميتي على المسافه وقد انا بعيد عن الديفايس. يعني انا اول ما اوعى اذا كنت حاطط بيكن بالمطبخ والاضاءه اللي عندي اياها هن بيست على هاي التكنولوجيا اللي كنا عم نحكيها يلي هن من فيليبس هيو فيليبس سمارت لايتنج. يعني اول ما اوصل انا على المطبخ رح يدور المطبخ، اول ما فل من البيت بيطفي لحاله كمان لان انا ابتعدت عن هالمسافه. فالفكره اليوم من ورا هون يكونوا عم يعطونا القدره نتحكم يصير في عنا سمارت هاوس من دون ما نغير كل الانفراستراكشر. بتذكر كثير عم نحكي عن هيك امور مش من زمان، كنا عم نحكي عن اللايتنج تبع الاضاءه اذا بدي اغير شيء بالضوء بدي يصير سمارت، كنا عم نحكي عن كونكتور وحده بس بضيف عليه لتعطينا هالكونسبت. فاليوم هذا التوجه يلي عم نروح عليه كل يوم والتاني عم بيعطونا برودكت ممكن يكون عم بيتماشى اكثر مع الامور اللي عنا اياهم بالبيت. بس اير فراي بيكن بدنا نغير كم غرض بالبيت، ما عم نغير كل البيت، عم نغير كم غرض مثل اللايتنج يمشوا معه اكزاكتلي. يعني مثل نست كمان اللي كنا عم نحكي عنها، نست فيها اتحكم فيها من الابلكيشن. وجود البيكن هون لان هي اوريدي سمارت ثيرموستات. يعني الفكره بس من وراء هالديفايس انه اول ما انا اوعى واول ما يصير موجود بهالاماكن لحالهم رح يقدروا يعرفوا ورح يكونوا عم بيعطوني الريسبونس يلي عاده كنا تطلب انه عمل من قبلنا لقد نحن نكون عم نشغل. يعني كل ميلنا عم نصير قليلين المروه، ما بقى لنا جلاده نعمل شيء، صار كل الماشين عم يشتغلوا عنا. إذا بدك تحطيها بهالطريقة. شكرا لك إلي، رح نبلش نهارنا هيك ريلاكسيشن ما نعمل شيء بس نعطي أوامر في شيء عم يشتغل عنه. شكرا لك إلي. بريك مشاهدينا ومنتابع MTV على Live.